السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء طلبة التعليم المفتوح. معاكو دكتور عيد رشاد عبد القادر، مدرس الاقتصاد في كلية التجارة جامعة عين شمس، وإن شاء الله هنشرح لكم مادة الإيكونومكس أو اللي هي مادة لغة إنجليزية في المجالات التجارية. هم محاضرتين معانا، دي المحاضرة الأولى، تشوف المحاضرة دي فيها إيه. هنبتدي بتعريف الاقتصاد. What is economics؟ What is economics يعني ما هو الاقتصاد؟ ايه هو علم الاقتصاد؟ بيقول لي هنا economics دي اللي هو علم الاقتصاد. ايه علم الاقتصاد ده؟ is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. يعني ايه الكلام، الترجمة بتاع الكلام ده بيقول ايه؟ بيقول العلم الاقتصاد is the study of how societies، يعني هو دراسة كيف تقوم المجتمعات، societies دي المجتمعات، باستخدام use باستخدام scarce resources اللي هي الموارد النادرة. الموارد الايه؟ النادرة، عشان تعمل ايه؟ to produce اللي هي عشان تنتج valuable commodities يعني سلع ذات قيمة، valuable يعني قيمة أو ذات قيمة، commodities ديت يعني سلع وخدمات، and distribute them، distribute دي يعني توزيعهم، distribute them توزيعهم among different people وتوزيعهم بين مختلف الناس. ده تعريف الـ economics. بيقول لك إيه بقى؟ in economics يعني في الاقتصاد يعني we see that an economy is producing efficiently when it is cannot make anyone economically better off without making someone else worse off. يعني اقتصاديا، من اقتصاديا نقدر نقول ان الاقتصاد بيشتغل بكفاءة، producing efficiently يعني الاقتصاد بيعمل بكفاءة. امتى؟ امتى وضع الكفاءة الاقتصادية؟ عندما when it cannot make anyone economically better، يعني ما اقدرش احسن حال واحد او الحاله اقدرش فيها اخلي واحد اقتصاديا احسن بدون ما اخلي واحد تاني اقل سوءا. يعني عايز يقول وضع الكفاءه الاقتصاديه هو الوضع اللي انا ما اقدرش، الوضع اللي انا فيه علشان احسن وضع شخص لازم اقلل من وضع شخص تاني. يبقى الوضع ان انت تقدرش فيه وضع الكفاءة أو الإفيشنت إن هو لازم عشان تحسن شخص أو تزود رفاهية شخص تقلل رفاهية شخص آخر. طيب في حاجة عندنا في الاقتصاد، والاقتصاد بيعالج المشكلة الاقتصادية، اسمها إيه المشكلة الاقتصادية؟ Economic problem. Economic problem يعني إيه؟ المشكلة الاقتصادية. ايه بقى المشكلة الاقتصادية؟ بيقول لك economic problem has two sides، يعني المشكلة economic problem يعني المشكلة الاقتصادية has two sides يعني لها جانبين، لها حاجتين. يعني اول حاجة اللي هي limited resources، limited or scarce resources يعني الموارد نادرة، الموارد الموجودة في الاقتصاد نادرة يعني ندرة نسبية، يعني موجودة بأقل من الحاجة إليها يعني بالعربي. So لذلك the society المجتمع must use يجب أن يستخدم its resources efficiently، يعني طالما أن الموارد نادرة لازم نستخدمها بكفاءة، يبقى لذلك المجتمع يجب أن يستخدم موارده بإيه؟ بكفاءة. طب إيه الجانب التاني من الموارد اللي هي الحاجات؟ الحاجات مالها؟ unlimited، unlimited wants دي معناها إيه؟ يعني حاجاتك غير متعددة، مهما تشبع حاجاتك تطلع حاجات تانية، يبقى حاجة الإنسان غير إيه؟ غير محدودة. ليه بقى؟ we cannot satisfy all our wants، مش هنقدر نشبع كل حاجاتنا and desires ورغباتنا، so we should make choice يعني يجب أن نختار، يعني أنت مش هتقدر تشبع كل حاجتك، يعني مش كل حاجة أنت عايزها هتلاقيها، ولكن يجب أنك تختار بحاجة وتضحي بحاجة إيه؟ تانية. طيب what is the difference between microeconomics and macroeconomics؟ ما هو الفرق بين الميكروايكونومكس ده الاقتصاد مين؟ الجزئي، والماكروايكونومكس الاقتصاد الكلي. يبقى في حاجة عندنا اسمها اقتصاد كلي واقتصاد جزئي. الجزئي ده على مستوى الفرد،
ادي المايكرو والماكرو. هنشوف ايه الفرق بينهم. المايكرو ايكونومكس بيقول لك ايه بقى؟ از ذا برانش فرع اوف ايكونومكس، يبقى فرع من فروع علم الاقتصاد. which today concerned with، والذي يهتم اليوم بايه؟ concerned with ايه؟ the behavior of individuals، سلوك الافراد. of behavior of individual entities او الكيانات الفرديه او الافراد، such as زي الاسواق الماركتس والفيرمس والهاوس هولد اللي هو المستهلكين. يعني الاقتصاد الجزئي بيهتم بسلوك الافراد، المنتج لوحده اللي هي الفيرمز والكونسيومرز او اللي هنا الهاوس هولدز، دول اسمهم الانديفيدوالز او الانتيتيز الكيانات الفرديه او الاشخاص يعني. طب الماكرو ايكونومكس بقى، الماكرو ايكونومكس از برانش اوف ايكونومكس، فرع برضو من فروع علم الاقتصاد. ويتش از كونسيرند ويز، والذي يهتم به the overall performance of economy، يهتم بالاداء الكلي للاقتصاد. يعني الاقتصاد الكلي ده بيهتم بالاقتصاد الكلي، بيتناول موضوعات كليه زي البطاله والتضخم على مستوى الاقتصاد ككل. يبقى ده على مستوى الاقتصاد ككل وده على مستوى الافراد. ده الفرق بين المايكرو ايكونومكس والماكرو ايكونومكس. طيب بيقول لي ايكونومكس اند ماركت، الاقتصاد والسوق. طيب الاقتصاد بيدرس دايما الماركت، السوق. ايه السوق بقى؟ السوق ده ما بنتكلم فيه عن العرض والطلب اللي هو هنا السبلاي والايه والديماند. يبقى ذا ماركت، الماركت از ذا ايه؟ ميكانيزم او اليه ثرو ويتش، من والتي من خلالها البايرز اللي هم المشترين او المستهلكين، اند السيلرز اللي هم البياعين، يعني بياعين المشترين بيعملوا ايه؟ انتر اكت، بيتفاعلوا عشان ايه؟ تو ديترماين prices and exchange goods and services، علشان يحددوا الاسعار وكميه السلع والخدمات المتبادله بينهم. يبقى اذا السوق او الماركت هو مكان بيلتقي فيه البياعين والمشترين عشان يحددوا الاسعار والكميات اللي هيشتروها. طيب في حاجه عندي اسمها البرايس ميكانيزم، برايس ميكانيزم اللي هي اليه السوق. اليه السوق يعني السوق ده بيحدد السعر اللي يوجه المستهلك ويوجه المنتج. يعني المنتج هيروح ينتج السلعة تمام اللي سعرها يعلى، والمستهلك هيشتري اللي الأرخص. يبقى تعالوا نشوف البرايس ميكانيزم ده معناها. بيقول لي the price coordinate the decisions، السوق بينسق قرارات. قرارات مين؟ البروديوسرز اللي هم المنتجين and consumers اللي هم المستهلكين in the market، في السوق. طب ازاي؟ بيقول لي higher prices، ارتفاع الاسعار، tend to reduce consumer purchases. tend to يعني ايه؟ يعني ايه tend to؟ يعني بيخلي يعني او ينزع الى انه يقلل، خلي المستهلك يقلل مشتريات، reduce consumer purchases يقلل مشترياته، and encourage ويشجع البرودكشن، بيشجع الانتاج. يعني ارتفاع الاسعار بيخلي المستهلك يقلل مشترياته والمنتج يزود الانتاج. طب العكس بقى، lower prices، انخفاض الاسعار، encourage يشجع الكونسومشن. يبقى لما الاسعار تقل الناس بتشجعنا تستهلك اكتر، and discourage production، ويقلل او يقلل الانتاج او يثبط او ما يشجعش الانتاج. يبقى الاسعار لما تقل ده حلو للمستهلك يخليه يشتري كتير، لكن المنتج مش هينتج كتير. يبقى اذا بقى البرايسز بتعمل ايه؟ برايسز ار ذا بالانس ويل اوف ذا ماركت ميكانيزم. يبقى الاسعار هي عجله التوازن في السوق. يبقى الاسعار هي اللي بتخلي امتى المنتج يشتري ينتج وامتى المستهلك يشتري. طيب هاو ماركت سولف ذا ايكونوميك بروبلم، ازاي السوق الماركت ده بيحل المشكله الاقتصاديه؟ احنا قلنا المشكله الاقتصاديه ايه؟ ان الحاجات الونتس بتاع الناس انليميتد والريسورسز ليميتد، محدوده. يبقى حاجاتنا غير محدوده ومواردنا محدوده، هنعمل ايه بقى؟ طيب اول حاجه الطرف الاول من السوق اللي هم البروديوسرز، بروديوسرز اللي هم المنتجين، ايه هدفهم؟ ايمز تو، يعني يهدفوا الى ماكسمايز بروفيت. ماكسمايز بروفيت يعني المنتجين دول البروديوسر، ايه هدفهم من البيع والشراء والانتاج؟ بيهدفوا الى ايه؟ عشان الربح، يكسبوا، يعظموا الربح، يبقى تعظيم الربح. طيب هيعملوا ايه بقى؟ يبقى هيعملوا سبلاي. يبقى دول هنسميهم السبلاي، دول اللي بيعرضوا البضائع بتاعتهم، السبلاي.
طيب الناحية التانية مين اللي هيشتري؟ قصاد البروديوسر دول مين؟ الكونسيومرز اللي هم الايه؟ المستهلكين. هدفهم ايه؟ ايمز تو، بيهدفوا الى ايه؟ انت كمستهلك عايز تو ماكسمايز يوتيليتي، تعظم المنفعة، عايز تشتري اكبر كمية من السلع باقل سعر ممكن عشان تعظم منفعتك. يبقى المستهلكين هدفهم ماكسمايز يوتيليتي، والبروديوسرز ماكسمايز بروفيت. طيب دول هيمثلوا جانب الايه؟ الديماند او السبلاي. يبقى دول الديماند، ادي الديماند والسبلاي. هيتقابلوا فين بقى الديماند والسبلاي دول؟ هيتقابلوا في الماركت، في الماركت ان ذا ماركت اللي هو السوق. طب هيتقابلوا ليه؟ علشان يحددوا بقى اهو البرايسز اند كوانتس الزد. يبقى هيتتحدد الاسعار والكميات التي تعمل ايه بقى؟ التي تعظم الربح للمنتجين، to maximize profit for producers and to maximize utility for consumers. يبقى ده الشكل اللي احنا، ده السوق، ده الايه؟ السوق. معايا كده؟ يبقى السوق دلوقتي تاني، السوق فيه ايه؟ السوق فيه ناس بتبيع اللي هم البروديوسرز، وناس بتشتري الكونسيومرز. دول عايزين يعظموا الربح اهو ماكسمايز بروفيت، ودول عايزين يعظموا الايه؟ المنفعه. هيتقابلوا فين؟ دول يمثلوا جانب الطلب الديماند، ودول يمثلوا السبلاي. هيتقابلوا في السوق هنا في الماركت عشان يحددوا الكميات والايه. يبقى كونسيومرز ايمز تو ماكسمايز بروفيت، وير كونسيومرز ايمز تو ماكسمايز يوتيليتي. يبقى البروديوسرز ايمز تو يهدفوا الى ماكسمايز بروفيت، والكونسيومرز ايمز تو ماكسمايز يوتيليتي. طيب تعالوا نتكلم عن السبلاي والديماند. في حاجه عندنا اسمها الديماند لو، قانون الطلب، والديماند سكيدول، والديماند كيرف، جدول قانون الطلب، وده جدول الطلب، والديماند كيرف منحنى لايه؟ الطلب. ايه الديماند لو بقى؟ الديماند لو باختصار زي ما درسته بالعربي بيقول ان كل الاسعار ما تقل الكميه المطلوبه تزيد، كل انت ما تلاقي الاسعار قليله هتشتري كتير، هو ده قانون الطلب. طب نقوله بالانجلش ازاي؟ بيقول ايه الديماند لو ده؟ بيقول ايه؟ there are inverse relationship، يعني في اول حاجه علاقه عكسيه. inverse relationship يعني ايه علاقه عكسيه؟ between، بين ايه؟ البرايسز، بين الاسعار and quantity demanded، بين الاسعار والكميه المطلوبه. طيب هيحصل ايه؟ when the prices increase، لما الاسعار تزيد، when the prices increase quantity demanded decrease، الكميه المطلوبه بتقل، لما الاسعار بتزيد الكميه المطلوبه بتقل. other things are held constant، مع افتراض ثبات العوامل الاخرى، يعني مع ارتفاع الاسعار الكميه المطلوبه بتقل، مع افتراض ثبات العوامل الاخرى اللي هي اذواق المستهلك والدخل بتاعه. طيب في حاجة عندي اسمها الديماند سكيدول، اللي هو جدول الطلب، اللي هو الجدول ده بنحط فيه البرايس اللي هو السعر، وقصاده الكوانتيتي ديماندد الكمية المطلوبة. هنشوف السعر كان 1 باوند، جنيه واحد، الكمية المطلوبة هنا كام؟ كام مطلوب الناس تشتري؟ 50 وحدة يونت. لما السعر زاد from 1 to 2، يعني زاد ل 2 باوند ل 2 جنيه، الكمية قلت من ايه؟ من 50 to 40، يعني من 40، من 50 ل 40، وهكذا. كل ما السعر يزيد اهي الكمية بتقل اهو، 1 3 الكمية 30، لما السعر يزيد ل 4 الكمية قلت ل 20، والسعر لما زاد ل 5 اهو الكمية قلت ل 10. يبقى when price increases، يعني مع زيادة السعر، quantity demanded decreases اهو. هنعلق نقول ايه؟ the price raises، as the price raises عندما تزيد الاسعار، quantity demanded will fall، fall برضه يعني تقل. at price 1 pound، عند سعر 1 pound، the quantity demanded الكميه المطلوبه is 50 units، 50 هنا units. when price raises to 5، لما السعر يزيد ل 5، the quantity demanded falls to فولس، يعني تقل ل 10 يونتس، هنا 10 يونتس اهي، عند سعر 5 السعر قل.
طيب فهميني كده الجدول الطلب دوت، يبقى جدول الطلب او الديماند سكيدول، كل بتحط الجدول كل الطلب ما يزيد، كل السعر ما يزيد، الكمية المطلوبة مالها بتقل. طيب تعالوا نتكلم بقى عن الديماند كيرف. الديماند كيرف اللي هو منحنى الطلب، هنرسم الجدول اللي فات في شكل كيرف بقى. يبقى بيقول لي هنا، بيقول لي ايه؟ The graphical representation of the demand schedule is the demand curve. التمثيل البياني لجدول الطلب هو منحنى الطلب، يعني لو رسمنا الشكل ده، رسمنا الجدول اللي فات في شكل بياني، هيدينا ايه؟ اسمه منحنى الطلب. We show the demand curve in the next figure، هنوريه في الشكل ده. هحط ده المحور الايه؟ الرأسي، وده المحور الأفقي. هحط هنا البرايس اهو، البرايس على المحور الايه؟ الرأسي، ده السعر. وهنا بقى هحط ايه؟ هحط الكوانتيتي ديماندد اهو، الكميه مين؟ المطلوبه. طيب وهشوف عند سعر 5، عند سعر 5 الكميه المطلوبه كوانتيتي ديماندد كام؟ ايكوال 10. يعني ات برايس 5، عند سعر 5 الكوانتيتي ديماندد كام؟ 10. او هحدد النقطه دي. وبعدين هشوف، لا لما السعر 4، السعر لما قل اهو، السعر كده نازل اهو بيقل، قل لكام؟ 4. يبقى at price 4 the quantity demanded will increase from 10 to 20. الكميه المطلوبه هتزيد من كام؟ من 10 ل 20، وهكذا. كل ما السعر يقل الكميه المطلوبه زيد اهو، لغايه اخر سعر 1 باوند السعر الكميه المطلوبه زادت. شايفين النقط دي؟ النقط دي اللي هي ايه النقط دي بقى؟ النقط دي هي كل نقطة عند النقطة دي بشوف قصادها السعر كام والكمية كام، وهكذا. لو وصلت النقط دي ببعضها هيديني الايه؟ اهو. يبقى النقط دي كده هيديني ده كده الديماند ايه؟ ده الديماند كيرف. يبقى ده المنحنى ده، دي ده الديماند كيرف او منحنى الطلب. فهمنا منحنى الطلب؟ يبقى دي اسمها علاقة عكسية، ده انفيرس ريليشن شيب. كل ما السعر يقل اهو الكمية المطلوبة بتزيد كده. طيب في حاجة اسمها الشيفتس اند ديماند ايه؟ كيرف، يعني الانتقال في منحنى الطلب. تعال نشوف منحنى الطلب ده ينتقل، يعني ايه ينتقل؟ يعني يبقى يعني لو دخلك زاد هتشتري اقل، هتشتري اكتر، مش كده؟ طيب وين اذر فاكتورز، اللي هي في حاجة بقى اسمها الاذر فاكتورز اللي احنا مثبتينها. الاذر فاكتورز دي اللي هي مين؟ اول عامل الانكم، مفترضين الانكم اللي هو الدخل ثابت، والبوبوليشن اللي هو عدد السكان ثابت برضه، والبرايس اوف ريليتد جودز، واسعار السلع المرتبطه بيها اللي هي البديله والمكمله، يعني مثلا الشاي والسكر مكملين لبعض، يعني بيستخدموا مع اللحوم والدواجن بدائل لبعض. طيب بنفترض ان الاسعار دي ثابته، اند تيستس، واذواق المستهلك. يبقى بنفترض ان الانكم والبوبوليشن والبرايس اوف ريليتد جودز دول ايه؟ بنفترض ان هما كونستانت لما كنا بنتكلم عن منحنى الطلب. طيب نفترض هنا ان هم تشينج، يعني هم اتغيروا. ذا ديماند كيرف ويل شيفت اب او شيفت داون، يعني منحنى الطلب هينتقل لاعلى او هينتقل الى ايه؟ اسفل. طب يبقى ايه الفاكتورز اللي بتخلي الديماند كيرف شيفت اب، يعني ينتقل لاعلى او ينتقل لاسفل؟ هم الاربعه دول. اول عامل اللي هو مين؟ الانكم. طيب انكم معناها ايه؟ بيقول لك as income rise، يعني لو الدخل زاد ال people increase car purchases، الناس هيزودوا مشتريات من العربيات. يعني لو دخلك زاد ومعاك فلوس هتشتري كتير، طبيعي ان كل الناس ما الفلوس تيجي في ايديها كتير فهيشتروا كتير. يبقى العلاقه طرديه بين الانكم والايه؟ والديماند. البوبوليشن اللي هو السكان، كل ان السكان ما تزيد اكيد الديماند هيزيد. يبقى الجروث ان بوبوليشن، النمو في السكان بانكريز كاربج، بيزود برضه مشتريات السيارات. برايس اوف ريليتد جودز، اسعار السلع الريليتد بيها. بيقول لك لور جازولين برايسز، يعني انخفاض اسعار الجاز والبنزين هيحصل ايه؟ ريزز ذا ديماند فور كارز، يبقى هيزود الطلب على السيارات. يبقى انخفاض اسعار البنزين هيخلي انك تشتري. طيب ارتفاع اسعار البنزين دلوقتي هيخلي الناس تفكر كتير قبل ما تشتري عربيه. يبقى ارتفاع اسعار اللي ايه؟ يعني فيه البنزين هنا ريليتد للكارز، للعربيات، يبقى دي اسمها في سلع مرتبطه ببعضها. فيه التيستس اللي هي الاذواق،
أذواق يعني having a new car becomes a status سيمبل. يعني ايه؟ يعني انت ساعات بتشتري عشان الوضع الاجتماعي، انما امتلاك عربية بيخليك مبسوط كده وحاسس ان انت او في وضع اجتماعي كويس. يبقى دي الاذواق. طيب تعالوا بقى نشوف هيحصل شيفت ازاي في الطلب. شيفت ان ديماند، هنرسم ده منحنى الطلب اهو، ده المحور الرأسي وده المحور الافقي. هحط هنا على المحور الرأسي هحط ده مين؟ ده البرايس اهو السعر، وهنا الكوانتيتي ديماندد اللي هي الكميه مين؟ المطلوبه. وده الديماند كيرف اهو، اهو ده الديماند كيرف، دي علاقه عكسيه. طيب عند سعر 3 في الجدول عندنا ات برايس 3 الكوانتيتي ديماندد كام؟ 30. طيب يبقى عند سعر 3 ات برايس 3 ذا كوانتيتي ديماندد از 30. طيب لو حصل شيفت اب بقى اهو، شيفت اب يعني الديماند ده انتقل من دي الى دي 1، يعني السهم ده كده زاد. زاد معناها ايه؟ حصل له ايه بقى الكلمه دي؟ شيفت اب يعني انتقال لاعلى، اهو انتقل. لا معناها ايه بقى؟ يعني عند نفس السعر ات برايس 3 برضو، يعني حتى لو السعر زي ما هو هزود من ايه الكميه، هتزيد من كام؟ من 30 تو 40، يعني من 30 ل 40 الكميه زادت اهي، بس السعر ما قلش. لكن هنا اللي خلى الكميه زادت هو زياده الانكم، الانكم زاد، او الاذر فاكتورز اللي احنا قلناها البوبوليشن مثلا زادوا فحصل شيفت للايه؟ للديماند، او الاذواق التيستس. طب مش ممكن يحصل شيفت داون يعني ينتقل لاسفل اهو، المنحنى ده ينتقل كده فيحصل شيفت ايه؟ داون. شيفت داون يعني انتقال لاسفل، ليه؟ دخلك اقل مثلا، بتشتري كميه اقل اهو، يبقى الكميه هتقل ليه؟ من بالرغم ان السعر ثابت هتقل، هتقل ليه؟ الكميه هتقل لان مثلا الدخل اقل. يبقى ممكن يحصل شيفت اب او شيفت داون للطلب. ده كده لفوق شيفت ايه؟ ده اب، وده ايه؟ داون. الكميه تقل او تزيد مع ثبات مين؟ السعر اللي بيأثر هنا على الكميه هو العوامل الاخرى الاذر فاكتورز. كده اعزائي الطلبه يبقى خلصنا المحاضره الاولى، وكنا اتكلمنا فيها باختصار عن الايكونومكس، تعريف الايكونومكس والديفرنس بتوين مايكرو ايكونومكس اند ماكرو ايكونومكس. وبعد كده دخلنا اتكلمنا على الماركت، وقلنا الماركت ده سبلاي والديماند، واتكلمنا عن الديماند. في المحاضرة الجاية إن شاء الله والأخيرة اللي هم محاضرتين بس الترم ده، إيه هنتكلم بقى عن السبلاي اللي هو العرض، وبرضه هنتكلم عن السبلاي كيرف والشيفت في السبلاي، شيفت أب وشيفت داون، وبعدين نتكلم على الإيكوليبريم اللي هو التوازن وكده. يبقى تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.